السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم اصدقائي، قبل ايش عليكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في القناة. بشرى للجيوب العراقيين، مقترح مهم يخص اهم بندي بموازنة 2022، احدهما سعر الدولار. اكد عضو مجلس النواب المستقل باسم خشان عزم المجلس اعادة النظر بسعر بيع النفط في مسودة قانون 2022. وقال خشان ان ارتفاع سعر بيع النفط في السوق العالمي يدفعنا الى مراجعة سعر بيع برميل النفط في مسودة قانون موازنة 2022، وأضاف أنه لا يمكن احتساب سعر البرميل بنصف قيمة سعره الذي يباع فيه، مشيرا إلى أن مجلس النواب ينتظر وصول مسودة قانون الموازنة من قبل الحكومة الجديدة بعد تشكيلها ليبدأ في دراسة ومناقشة فقرات الموازنة، خصوصا فيما يتعلق بسعر صرف الدولار وأسعار بيع النفط. وأفاد بأن هنالك توجه لرفع سعر النفط في الموازنة، وهذا الأمر يقلل من العجز في الموازنة بكل تأكيد.